الأسبوع. إذا نشاهد دموع في عيون المدرب بعيد علي زيتش. طبعا هناك مواساة من جل لاعبي المنتخب الجزائري الذين قدموا هدية كبيرة للشعب الجزائري وللعربي ولإفريقيا بالخروج المشرف من هذه المباراة أمام منتخب ألمانيا المرشح للفوز الفائز بثلاث بطولات. هذا مجاني يتلقى أيضا طبعا مساندة وأيضا محاولة تهدئة المدرب بايد بدخول أيضا الرئيس محمد راورة ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. إذن طبعا حان وقت الآن الراحة والتفكير في البطولات القادمة. هذا عبد الحفيظ قصفوت أحسن هداف في الكرة الجزائرية وهو مساعد لبايد مع نوردي قوريشي النجم السابق للمنتخب الجزائري. حتى الجمهور البرازيلي هنا حي بحرارة كبيرة المنتخب البرازيلي لما أداه في هذه المباراة. كابتن مشرف خروج مشرف الكرة العربية وفرقة الجزائر والقارة الأفريقية تستحقون كل التهنئة على الأداء. بأخطاء بسيطة بفرق لياقة تلعب فرقة كبيرة عملاق أوروبا الفريق الألماني، إنما الفريق الجزائري قدم نموذج مشرف للكرة العربية والكرة الأفريقية، قدم جيل جديد للكرة الجزائرية قادر على حصد البطولات قادر على المنافسات.